تجديد مصري روسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية. شهداء ومفقودون في قصف نفذه طيران الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة. والبيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الأخير على إسرائيل. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرانتش، نشرة إجبارية مفصلة تأتي حضراتكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، ونسهل هذه الجولة الإجبارية مع كريم الخوني. إليك كريم. أهلا بك يا حبيبة، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية مع جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرجي نارشكاين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والتي على رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأزمة في قطاع غزة. وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وأيضا مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي نارشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي. صرح بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا زالت مستمرة، لم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشكل دائم، وسنواصل فعل ذلك حتى تحقيق الهدف. وقال شكري في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية إنه ينبغي التركيز على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجانبين،
ويؤدي إلى وقف الإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير المساعدات الإنسانية. وأضاف شكري أن هناك إجماع دولي عام بأن العملية العسكرية في رفح لا يجب أن تحدث بسبب التداعيات المحتملة على السكان المدنيين المتكدسين هناك، نحو 1,300,000 مدني يحتمون في رفح في أوضاع شديدة الصعوبة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يكثف منفذ رفح البرية عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. وأفاد مراسلنا بأنه تم إدخال 213 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة من منفذي رفح وكرم أبو سالم، وذلك خلال يوم الثلاثاء 16 من أبريل. وأشار أيضا إلى إدخال 40 شاحنة عبر منفذ رفح و173 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، كما تم إدخال 4 شاحنات غاز إلى القطاع عبر منفذ رفح، كما استقبل معبر رفح 32 مصابا فلسطينيا و87 مرافقا. استشهد 9 أشخاص بينهم 4 أطفال في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية. كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة. أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن المنظمة الأممية ستوجه نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام 2024. وقال المنسق الأممي إن نحو 90%
من المبلغ مخصصة لغزة، موضحا أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار، وذلك بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه لم يطرأ أي تغيير ملموس على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة. وقالت الوكالة في بيان إن 181 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة يوميا. وأشار البيان إلى أن هذه الشاحنات لا تزال أقل بكثير من القدرات التشغيلية لكل من المعابر الحدودية، والهدف المتمثل ب 500 شاحنة يوميا. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حوالي 1,700,000 فلسطيني هجروا قسرا داخل قطاع غزة، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر. وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، لافتة إلى أن عنف المستعمرين المتزايد في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة أمر مثير للقلق. أصدرت وكالة الأونروا تقريرا حول شهادات معتقلين من غزة، منهم مرضى وكبار سن وذو إعاقة، أفادوا فيها بتعرضهم إلى إساءة معاملة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن المعتقلين تعرضوا للضرب والحرمان من الطعام والماء والعنف الجنسي والإجبار على المكوث في أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب، كما تم تهديدهم بإبقائهم لمدة طويلة رهن الاعتقال وبإلحاق إصابات أو قتل أفراد أسرهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم. وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بغير رحمة، وفي الوقت نفسه تفرض قوات الاحتلال حصارا مطبقا على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. نتابع. في إطار سعيه لإلحاق أقصى قدر من الألم بالمواطنين الفلسطينيين في غزة، يواصل جيش الاحتلال حملة القصف الأكثر وحشية وعشوائية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في غزة لا منزل أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد أو كنيسة أو مركز إيواء للأونروا في مأمن من القصف الإسرائيلي، حتى أنه تم إلقاء قنابل بوزن 2000 طن دون أي اكتراث على الإطلاق لحياة المدنيين. يعني الضمر في رفح كل يوم، في استهدافات في رفح كل يوم في استهدافات في رفح، يوميا في استهدافات في رفح، فيش مكان آمن ولا في رفح ولا خان يونس ولا غزة ولا مكان آمن في كل قطاع غزة، فيش مكان آمن. جابوا النازحين على رفح، وهيك شايف الاستهدافات في رفح كيف كل يوم في استهدافات. الحصار القاسي الذي فرضته إسرائيل والدمار الشامل الذي تجلبه على القطاع خير دليل على جرم الاحتلال، وما استهداف قوته للأسواق المكتظة بالمدنيين ببعيد عن أذهان الغزيين. هذا دليل على جرائم اليهود، هذا دليل على الجرائم تبعك، إنه ضرب زي هذا في سوق حيوي في منطقة حيوية، إنه اليهود بيفرقش مع حياة المدنيين. تتعامل إنه هي تحاربها ضد الشعب الفلسطيني، مش ضد حركة مقاومة أو ضد حاجة، هي بتحارب الشعب نفسه. وبالتزامن مع هذه الحملة الشرسة، يواصل الاحتلال فرض حصار وتضييق على دخول المساعدات لقطاع غزة، حيث أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، وأنها تنفذ تدميرا واسعا للبنية التحتية في القطاع. مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المجازي وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال. المزيد في سياق هذا التقرير.
في كل شبر من قطاع غزة يتراءى الوجع من ركام الجدران المنهارة ودموع الأمهات الثكالى ولوعة الأطفال اليتامى مع تواصل عدوان الاحتلال الذي جاوز شهره السادس. مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال. ما عملنا حاجة، بعدين على الباب أخوي اتصاب وأولاد عمه وابني راح، لا لي دار ولا لي جوز ولا لي حاجة. ولأكثر من 190 يوما ما زال جيش الاحتلال يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية، بينما يقف الجميع عاجزين عن وصف انتهاكاته. يا عالم يا عالم، حرام اللي بيصير، حرام الحرولة، ويكون حرب ويكون حرب، حرام أطفال بتموت في الشوارع. الاحتلال لم يترك أي وسيلة همجية إلا واستخدمها لقتل وتهجير الفلسطينيين، وأسفر عدوانه عن استشهاد نحو 34 ألفا وإصابة أكثر من 76 ألفا آخرين. ومعه تحولت غزة لأنقاض بعد أن دمرت البنية التحتية، فلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، ومع كل هذا الدمار ما زال الاحتلال يبحث عن انتصار. قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف إن السبيل الوحيد لوقف قتل وتشويه الأطفال في قطاع غزة هو وقف إطلاق النار. وأضافت المسؤولة الأممية أنها تشعر بالذهول من أعداد الأطفال الجرحى، ليس فقط في المستشفيات بل في الشوارع والخيام المؤقتة. كما أكدت أن الأجساد الممزقة والحياة المحطمة لأطفال غزة هي شهادة على الوحشية التي تفرض عليهم. أدانت فرنسا بأشد العبارات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعية السلطات الإسرائيلية لتقديم مرتكبيها إلى العدالة دون تأخير. وشددت الخارجية الفرنسية في بيان لها على أن أعمال العنف هي نتيجة مواصلة سياسة الاستيطان التي تؤجج التوترات وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفة أن فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها بحق المستوطنين. وتنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي إيديوتك إيجيبت، ذلك بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، ولمدة يومين تحت شعار اصنع مستقبلك. ويشارك في تلك النسخة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم، حيث يشارك أعضاء مبادرة إبدأ بعدد من الجلسات والورش النقاشية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويتضمن المنتدى 7 جلسات نقاشية يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج المؤسسات المختلفة لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللسياسة العامة للدولة في هذا الملف. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وتكلفاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وأيضا دخولها الخدمة. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، استعرض مدبولي التقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهاؤها المشكلة برئاسة الجمهورية، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات
تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات، وبالفعل تم حل الكثير من المعوقات التي واجهت عددا من المشروعات في عدد من القطاعات، وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة سعيا لتعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات في هذا الصدد. وعقب شرح الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أكد مدبولي ضرورة أن يكون هناك برنامج متابعة محدد لمراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، وذلك بعد إزالة التحديات، خاصة وأن هناك أكثر من وزارة وجهت تتشارك في تنفيذه، مشيرا إلى أنه سيقوم بمتابعة هذا المشروع دوريا. وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية بشأن توصيل المرافق والخدمات المختلفة، خاصة المواصلات لأحد مشروعات الإسكان المتعثرة، وكذا سرعة إسناد استكمال مشروع آخر لشركة مقاولات متخصصة بما يسهم في الانتهاء من هذه المشروعات وطرحها للتسكين. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأمريكية أو سفن التحالف الدولي أو السفن التجارية جراء عملية الاعتراض. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة لحماية مجالها الجوية، وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين. أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وجدد العاهل الأردني في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية جدد التأكيد على أمن الأردن وسيادته فوق أي اعتبار. وبالنسبة للأحداث اللي صارت في المنطقة في بداية الأسبوع، بدي أأكد أنه أمن وسيادة الأردن فوق أي اعتبار، وحماية مواطنينا قبل كل شيء وأي شيء. الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، أي جهة. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يحدو حلفاء واشنطن نفس الخطوة. وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن العقوبات ستستهدف برامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن بلاده ستواصل ممارسة الضغط على إيران، وذلك الاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية. هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده سترد بطريقة أكبر وأشمل من ذي قبل على أي هجوم تشنه إسرائيل وداعمها ضد بلاده، ووصف رئيسي الرد الذي نفذت بلاده على إسرائيل مؤخرا بأنه لم يكن سوى تحذير ضد تحركاتها.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات كارثية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال الكرملين في بيان بشأن المكالمة إن بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وتجنب المنطقة بأكملها جولة جديدة من مواجهة محفوفة بتداعيات كارثية. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس. وأضاف رئيسي أن الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل. ورياضيا، تغادر بعثة الأهلي اليوم إلى الكونغو، وذلك استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد تخطي فريق سيمبا التنزاني في دور الثمانية. تأهل بروسيا دورتموند الألماني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف لهدفين. وكان دورتموند خسر في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف ليتأهل الفريق الألماني لنصف النهائي بنتيجة 5-4. ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم، وذلك ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين يجد بايرن ميونخ الألماني نفسه مطالبا بتخطي عقبة ضيفه أرسنال الإنجليزي في سعيه لإنقاذ موسمه. للمزيد في سياق التقرير التالي. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمتابعة قمة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين سيتي حامل اللقب وريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولة. وتقاسم الفريقان نتيجة ذهاباً حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف لكلا الطرفين داخل معقل ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الأسبوع الماضي. وفي مباراة العودة يبحث الميرينجي عن حسم التأهل لقبل النهائي وتعزيز رقمه التاريخي في دوري الأبطال والعبور إلى نصف النهائي للمرة 12 على التوالي. أما ألمان سيتي فيخوض اللقاء بمعنويات عالية بعد أن عاد إلى صدارة جدول ترتيب البريمير ليج عقب فوزه الكبير على لوتون تاون بخماسية مقابل هدف. وفي مباراة أخرى يستضيف بايرن ميونخ الألمانية نادي أرسنال الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا الفريق البفاري، حقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وبات لقب دوري الأبطال الأمل الوحيد أمام بايرن ميونخ لإنقاذ موسمه الكارثي بعد أن فقد هيمنته على لقب الدوري الألماني لصالح بايرن ليفركوزن بعد 11 عاما من السيطرة المطلقة. أما أرسنال فيسعى للانتقام بينما تتزايد الشكوك حول إمكانية الجانرز في التعامل مع الضغط الذي يتعرض له بعد هزيمتهم المفاجئة في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.
مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، ولم يتبقى سوى تذكير بأهم الأنباء. تجديد مصري روسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية. شهداء ومفقودون في قصف نفذه طيران الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة. والبيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الأخير على إسرائيل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تكون قد انتهت النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي أنا كريم الخولي وتحيات زميلتي حبيبة عمر، وإلى اللقاء.